مساء الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر. أهلي سعيد جدا بهذه المبادرة العظيمة، وأرجو أن تكون بداية لمشوار طويل لنرد الاعتبار للمشاركة الشعبية عوضا وبديلا عن حالة اللامبالاة التي غرقنا فيها 40 سنة بالضبط. واسمحوا لي، حسب أفكاري أنا أو حسب تقييمي أنا، إحنا محرومين من 40 سنة من حق المشاركة في بناء بلدنا، ممنوعين بإرادة عليا أرضية، طبعا مش عليا قوي، عليا بس على الأرض، ممنوعين إن إحنا نشارك في بناء بلدنا. أنا في بداية الأيام والشباب والسبق كنا بنشارك، أنا لا أنسى مشاركتنا في تعمير مدن القناة بعد العدوان الصهيوني الغاشم على بلدنا، وإزاي شباب الجيل بتاعنا كان بيجهز الفرق عشان يطلع يشارك في تعمير مدن القناة اللي هدمتها آلة الحرب الصهيونية الأمريكية، إزاي كنا بنشارك في بناء بلدنا، نطلع لقرى حوالينا إذا كان في بركة نردمها، إذا كان في شارع نشارك في رصفه. عايز أوجه التحية للجمعية المصرية لحقوق الإنسان على المبادرة، وشبابها ورجالها المحترمين النبلاء، لأن دي هم كده أصابوا كبد الحقيقة. يعني البلد محتاجانا الوقت أكتر من أي وقت فات، البلد محتاجاكم الوقت، ومحتاجة شبابها ورجالتها وستاتها مع بعض جنبا إلى جنب، محتاجة لكل نفس فيها، محتاجة لكل ساعد فيها، محتاجة لكل إيد فيها. إذا كناش إحنا اللي هنبنيها بعد ما تهدمت وتخربت 40 سنة، مين اللي هيبنيها؟ هنستورد ناس من بره، خواجات يجوا يبنوا بلادنا؟ مش هيعرفوا. اللي هيبني البلد دي هم أهلها، إحنا اللي هنعرف نبني البلد دي. وفي التاريخ ارجعوا أنتوا أبناء تاريخ، وأنا بفخر إن أنا جزاوي، وكنت بتعلم في المدرسة يقولولنا، فاكر النشيد وهقوله لكم زي ما أنا حافظه من ابتدائي، وده من زمان قوي: جيزة الأبطال يا رمز الخلود، جدديع ده الأولى بين الوجود، واذكري بالفخر آثار الجدود، ذكرها ما زال يسري في الورى، فهنئي في ظل عبد الناصر. لأن ساعتها كنا في ظل الزعيم والقائد جمال عبد الناصر. دي كانت المشاركة، ودي كانت المحبة لبلدنا. ما كانش حد بيقلبنا على بعض، كنا بنشد بعض ونجذب بعض عشان نشارك جميعا في بناء بلدنا. بسألكم سؤال، وانا عارف انا بتكلم فين، وانا جدي الله يرحمه ابو ابويا مات هنا، واللي بيت بيقولوا دور عليه، مش هدور عليه، مش عايزه، ابويا بنى بيوت كتيره مش عايزه، مات ساعه. اللي منكم عواجيز مش شباب زيي، لو يفتكروا الكوليرا لما انتشرت هنا والهجنه وقفت على الطرق تمنع سفر الناس، بس ساعتها عم ابويا اللي هو جدي يعني قدر يهرب جدي، ركبه في عربيه، كان ممنوع، وده كان غلط طبعا، انما عملوا كده، ماليش دعوه، انا ما كنتش اتولدت اصلا، دي كانت قبل ما اتولد ب6 سنين. هربوه من هنا وودوه يعني لغايه ما دفنوه، وليها ذكريات عندنا، ذكريات جميله. اللي عايز يقلب ذكرياتنا الجميله عن البلد الجميله، الشعب الطيب الجميل اللي بيقدم للعالم كله، واسألوا، في ناس بتيجي من آخر الدنيا يسألوا على بلدكم ديت عشان يشوفوا منتجاتها ويشتروها، اللي مش قادرين الوقت يوصلوا لها وعايزينهم يرجعوا عشان البيوت تتفتح والمكان يشتغل والنول يدور، عايزينهم يرجعوا. بمبادرتكم ديت وبحييكم عليها، وبحيي هؤلاء القادة الأفاضل اللي أنا شايفهم قدامي، والمشاريع العظيمة اللي بنسمع عنها، ونفسي إن شاء الله هتطبق بأحلام جميلة ونبيلة زي اللي بتقولوها ديت، هنبني بلدنا. الدعوة بتاعتكم ديت يجب إن تملأ بلدنا، إحنا هنشارك في كل حاجة، إحنا مش هنقعد نتفرج ونقول وأنا مالي. هي جت عليا لما الشعب المصري انتفض وخرج، خلص الموضوع مرتين، خلص الموضوع، بقول الشعب المصري مش حد تاني. أساساً الشعب المصري قام
وخلص الموضوع مرتين. وفي مشكلة كبيرة، بعد ما الشعب بيخرج ويعمل الانتصارات العظيمة دي بيروح، لأن أنا في رباط إلى يوم الدين، مش في اعتصام ولا مظاهرة ولا ثورة إلى يوم الدين. بيروح الناس، بس بعد ما بيروحهم المفروض إن قادة الرأي وبعضهم موجود هنا وموجودين في أماكن عديدة، بيسيب قياده لقادة الرأي، قادة منظمات المجتمع، سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني، جمعيات أو نقابات، وبيروح ويسيب القادة عشان يكملوا مشواره. هم حافظين، المفروض حافظين الشهداء استشهدوا، هم بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. عارفينها ولا نسيتوها؟ فاكرين؟ دي أحلام شبابنا، والمنطقة دي فيها شهداء، والجيزة قدمت شهداء على عيننا كلنا عشان المسألة دي. طب اللي استشهد استشهد، والصور روح، والشعب السائر روح. طب قادة الرأي، قادة الرأي في المجتمع فينكم؟ ده السؤال اللي الناس بتسأله لنا كلنا، انتوا فين؟ انا بعتبر المبادرة بتاعت النهاردة خليك ايجابي، اجابة على سؤال انتوا فين. القوى المتعددة المختلفة، مش المؤتلفة، لاننا نشهد هذه الايام اختلافات وليس ائتلافات، اللي تخلت عن دورها في استكمال اهداف الثورة، وكل واحد نط في مركبه، ومش مهم البلد ان شاء الله يحصل فيها اللي يحصل، ملناش دعوة، كل واحد لم بس الشلة والفريق بتاعه ودور على المكان هو فين، هيبقى فين. انا نداء من هذا المكان، من وسط الجيزة، صاحبة الحضارة والتاريخ، نداء الى كل المخلصين في الوطن، الى كل الاختلافات التي تسمت خطأ بالائتلافات، ان تجمعوا. انا ادعو لوحدة الصف الوطني، وحدة الصف الوطني اللي كان اساس، ما جاش متأخر وما مشيش بدري، اساس ثورة 25 يناير واساس ثورة 30 يونيو، المكتين الثوريتين اساسهم بناديهم، بنادي على كل واحد في مصر. اتجمعوا عشان نطمئن ونروح تاني، وبعد ما الناس تخرج تدلي بصوتها في الصناديق، تروح مطمئنة ان في ناس حارسة اهدافها، حارسة امانيها، حارسة احلامها، مش مجرد كل واحد في حاله. التقسيم اللي حاصل في البلد ده مش طبيعي. عبر التاريخ المصريين ما بيتقسموش ابدا، مصر لا تقبل القسمة على اتنين ابدا، مصر طول عمرها شعب واحد. النهاردة اللي بيعايز يقسمنا ربنا بيقسم ظهره وظهر اللي خلفوه، محدش هيقسمنا، هنتوحد وهنبني بلدنا بايدينا، لان المكان الذي لا توجد فيه يوجد فيه الاخرون. لو مش هتبني البلد دي، في اي قوى معادية للبلد دي تحاول اختراقه باي شكل من الاشكال وتخش، عشان هي بقى وساعتها مش هتبني لوجه الله ولا لوجه الوطن، هتبني لوجه المصالح الاستعمارية اللي بتحيط بينا من كل جانب. وانا مستغرب اليومين دول ماشي على طول بتساءل، اي كائن حتى الكائنات غير البشرية لما يستشعر الخطر بتبص تلاقيه في تصرفات معينة بيعملها. الانفت بيروح مطلع الشوك، مش عارف الثعلب بيعمل ايه، الديب بيعمل ايه، الكائنات غير الادمية اللي ربنا ما حظهاش بالعقل بتعمل دوا. طب البشر بقى اللي ربنا اداهم العقل، هل فكروا في مواجهة الاخطار اللي بتحيط بيهم من كل حتة؟ وتعالوا نلف على حدودنا، بعد ما كانت مصر بترسم سياسات لما بعد الحدود، يعني اتكفينا قوي وبقينا ضيقين، وده ميراث 40 سنة بقينا ضعفنا قوي، انكفينا قوي على همنا، انكفينا، واللي بينكفي على همه الداخلي الشخصي ومش باصص بره بيته ايه اللي بيهدد البيت، بيته بكره هيتهاجم، هيتسرق. وده درس لرد الاعتبار مره تانيه لجمال عبد الناصر لما حارب الاستعمار في الجزائر واليمن ومد ايده لكل قوى التحرر، ده كان حمايه للداخل. لان انت لو قاعد في بيتك ونط حرامي في البيت اللي جنبك
وسكت، والله العظيم بكره هينط في بيتك، ومش بس هيسرقك ويمكن يخطف العيال كمان. ده درس التاريخ ودرس الجغرافيا ودرس مصر الثورة، اللي هي حلقات متصلة من الثورات، مفيش خصام بينها. اللي عايز يخاصم بين حلقات مصر، هي متصلة مش منفصلة. ثورة 19 لثورة 23 يوليو المجيدة بقيادة جمال عبد الناصر لثورة 25 يناير ل 30 يونيو، دي ثورات متصلة، تعبير عن احتياجات وأماني وأهداف الشعب العربي في مصر، وهتكمل. ولو حد وقف ضد استكمالها وحاول يكتفنا ويشغلنا بأمور جانبية أو يشدنا المعارك وهمية، الشعب المصري هيطلع تاني وهيكمل أهداف ثورته. أدم الناس ليها أهداف في بلدها وليها أحلام في بلدها، أحلام مشروعة، أحلام مشروعة، إن الناس عايزة تشتغل وعايزة تعيش وعايزة الأمن وعايزة المام، دي أحلام مشروعة وأحلام بسيطة قوي يا إخوان. ليه مستكترين على الشعب المصري إن تبقى دي أحلامه؟ إلا أحلامه دوت هيحققها، هيحققها. هتعطلني يوم اتنين بس هحققها، هحققها. هتبوظ لي ثورة هجيب لك التانية، هتبوظ لي التانية هجيب لك التالتة. وفي الآخر إرادة الشعب اللي هي من إرادة المولى عز وجل هتنفذ غصب عن عين أعدائنا وخصومنا في الخارج وفي الداخل. إحنا هنبني بلدنا وهنكمل أحلامنا وأحلام شهدائنا اللي سقطوا وما بينادوا بيها، مش هنخونها ولا نتراجع عنها. بحييكم جميعا إخواتي وأساتذتي على هذا، وأعتقد ده إذان لنا جميعا ولكل مصري ولكل مصرية، بل لكل عربي وعربية، قوموا عشان نبني بلدنا ونرجع تاني الهيبة لوطننا العربي اللي بقى مستباح من كل كلاب الأرض. تعالوا نبني وطننا العربي الكبير، ومعاه بنبني مصرنا العزيزة. هذا العالم عالم جبان لا يحترم الكيانات الضعيفة، عالم لا يحترم إلا الأقوياء، ومصر قوتها من قوة أمتها العربية كلها. تعالوا وإحنا بنبني مصرنا العظيمة قائدة أمتها العربية، بنبني معاها وبندافع عن حدودنا في كل مكان، وبالذات حدودنا الشرقية مع عبية. وأرجو أن تساهموا ونساهم معا في هذا. نروح نعفر إيدينا ونغبر رجلينا بتراب بلدنا عشان أفتخر، يفتخر ولادي وأحفادي من بعد مني أنهم شاركوا في هذا. أي عمل وطني هنشارك فيه، عدم وجودنا يعني وجود الناس التانيين أعداء هذه الأمة، هم اللي هيجوا وهم محيطين بينا من كل حتة. بحيي الفكرة وبحيي السادة الحضور وبحييكم على الالتزام، وأرجو أن تنتقل لكل قرانا وكل بلادنا وحوارينا وشوارعنا وأزقتنا، عشان يرجع مصر المصري مرة تانية يبني في بلده ويعمر في بلده، بديلا عن الأجنبي والبضاعة الأجنبية اللي مالية مصر تهريبا أو حتى من الجمارك بتضرب صناعاتنا الوطنية وبتحطمها في كل المجالات. تعالوا نبني بلدنا تاني ونعمر بلدنا ونشغل مصانعنا اللي بتشكي ربنا سبحانه وتعالى بعد مشاكل للمسؤولين، بتشكي نعيق البوم والغربان فيها وهي مش شغالة وعمالها قاعدين نفسهم يشتغلوا. إن شاء الله بمشاركتنا وبالمشاركة مشاركة المجتمع كله هنعمل ده. بشكركم على دعوتي لدوت لهذا اليوم، وبشكر الداعين لي، وأرجو أن تكون مجرد يكون هذا اليوم مجرد شرارة تنطلق في الوطن كله لكي نساهم. وإذا بنينا بلدنا بإيدينا أقسم بالله ما حد هيقدر يهوب منها ولا يهد فيها ذرة من ذرتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.